استانف جسر الملك فهد استقبال المسافرين من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه الى مملكه البحرين وذلك اثر قرار الجهات المعنيه في المملكه الشقيقه السماح لمواطنيها بالسفر بعد ان كان معلقا في اطار الاجراءات المتخذه للحد من انتشار فيروس كورونا هذا واتسمت حركه المسافرين عبر الجسر بالانسيابيه في ظل الاجراءات المتخذه من قبل الجانبين حيث تم وضع الخطط والاجراءات من قبل وزاره الداخليه ضمن خطه تنسيقيه مع مختلف الادارات المعنيه لتسهيل عمليه انسياب حركه المسافرين القادمين والمغادرين وباتخاذ الاحتياطات والاحترازات الوقائيه الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا